القرار كان متوقع، والقرار الآخر أنا أعتقد أن هذا القرار ستأتي عليه قرارات أخرى، يتم إيقاف العديد من الاتحادات الرياضية وعلى رأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. ما دمنا نملك حقيقة قيادات رياضية للأسف تعمل على تدمير الرياضة الكويتية وتخريب الرياضة الكويتية، أما أن أكون أملك السلطة في الرياضة في البلد أو أني أدمر، وبالتالي هذا أنا أعتقد خطوة يجب أن تتصدى لها الحكومة والهيئة العامة للشباب الرياضة، لأن للأسف يعني من يعمل ومن يحرك ومن يتآمر على الرياضة الكويتية هم من أبناء بلدتنا للأسف، من يتبوؤون مراكز في الاتحادات الدولية. هذا الاتحاد الدولي لكرة اليد من أتى به ومن عين أعضائه ومن انتخب رئيسه هو الكويت من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي، وتحديدا الشيخ أحمد الفهد الذي يترأس الاتحاد الآسيوي وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية، وأيضا هو أيضا في الاتحاد الدولي كنائب رئيس. فبالتالي أنا أعتقد من يتعمد إيذاء الرياضة الكويتية يجب أن يتم التصدي له من خلال قرارات حاسمة من الحكومة. نعم. في إيقاف مثل هؤلاء الأشخاص. طيب هذا بخصوص يعني الأسباب الخارجية. الأسباب الداخلية، هل تعتقد أن هناك أيادي وأشخاص في الداخل كان لهم دور في هذا الإيقاف؟ بالتأكيد، يعني أنا شخصيا أحمل الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية. الأندية الرياضية للأسف أنا أقصد معظم الأندية وعلى رأس الأندية التكتل هي من تساهم في ما حصل على الرياضة الكويتية. هناك كانت في تهديدات سواء من قبل اللجنة الأولمبية بإيقاف نشاط الرياضي الكويتي، أو من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد بتشكيل لجنة من خلاله، وعدم الاعتراف بشرعية الاتحاد الكويتي لكرة اليد الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية. الأندية للأسف هي متواطئة، لم تتحرك ساكنا ولم تصدر بيان، ولم ما عدا النادي العربي هو الوحيد ونادي الرماية الذين وقفوا في ضد هذه التهديدات. ولذلك نعم هناك أشخاص داخل الكويت من قبل بعض الاتحادات الموالية للشخصيات الرياضية اللي ذكرناها بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية ساهمت بشكل أو آخر. هناك من يتخابر، هناك من يتآمر على بلده من خلال الرياضة الكويتية، وبالتالي يجب أن يكون هناك للحكومة دور كبير، وخصوصا من خلال التحرك الأخير للجنة الأولمبية من خلال الهيئة العامة للشباب الرياضة بأن يكون الفترة القادمة يجب أن يتم هناك قرارات حاسمة. وأنا أتمنى أن يصدر قرار بحل جميع مجالس إدارات الأندية الرياضية وانتخاب وتعيين مجالس إدارات، وحتى تشكل اتحادات رياضية يكون ولاها للوطن وليس ولاها للأشخاص. نعم، الإعلام الرياضي مطلق نصار، شكرا لك.